إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشرفوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وهم لا يشعرون وما يشعرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى
وهدى وبشرى للمسلمين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عرب مبين. وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. أولئك إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك لهم عذاب. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك لهم عذاب وأولئك هم الكاذبون فأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر اسم الله كثيرا. نعم. ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره. ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. الذين في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. Ina ganin mun karatun wannan zama kafin a tashi za a yi addu'a. Sannan kamar yadda muka faɗa a farko cewa duk ɗan takarar da muka kira baya nan kuma ko da